السلام عليكم ورحمة الله أهلا بكم مشاهدينا الكرام فدي الحلقة من برنامجكم أناديكم كل عام وأسرانا وأسيراتنا بألف خير وإن شاء الله طليعة العيد القادم تكونوا بين عوائلكم ويلتم شمل كل بيت فلسطيني بحريتكم إن شاء الله يأتي رمضان وكم غصة في القلب وكم شوق لأسرانا لعوائلهم خاصة على مائدة الإفطار وللأجواء الرمضانية والطقوس الدينية التي هم بحاجة لها كم من الأشواق ووجع القلب وألم الفراق وطول الانتظار هي دمعة أم التي تنتظر عودة الغائب قصرا كيف هو حالهم؟ حال عوائل أسرانة من أمهات وآباء وزوجات وأبناء وهم يقضون شهر رمضان المبارك كان الله بعونهم ونأمل الحرية القريبة لأبنائهم إن شاء الله دعوني بداية أرحب بضيوفي الكرام مشاهدينا الكرام والدة الأسير أحمد السكني أهلا وسهلا فيك خالته وكل عام وأنت بألف خير أهلا فيك حبيبتي أهلا بالإذاعة أهلا فيكم جميعا كل عام وانتم بالف خير كل التحيه ايضا معنا الاسير المحرر اياد الجرجاوي وأيضا من رافق الاسير احمد السكني في الاسر كل عام وانت بالف خير وانتم بصحه وسلام واسرانا ووطننا والجميع بالف خير وان شاء الله شهر الرحمه هذا يكون شهر كمان الافراج عن جميع الاسر كل التحيه وقبل ان نبدا بالحديث مع ضيوفي الكرام نخرج الى هذا الفاصل ابقوا معنا <applause> يا ساكن السنزين مهما جرى ومهما حصل كلو في فلسطين. إذا أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام وأرحب مرة أخرى بوالدة الأسير أحمد السكني المحكوم عليه بالسجن 27 عاما أمضى منها 21 عاما بعيدا عنكم يعني خالته أحمد أكيد إحنا ما رح نسألك كيف تستقبلي هالشهر الفضيل؟ كيف بتقضي اكيد قديش موجع هذا السؤال وقديش مر عليكم كم رمضان وهم ابنائكم مش بجانبكم كيف تتعايشي مع هذه الظروف خاصه في هذا الشهر الفضيل؟ والله هو شهر فضيل وشهر كرامه وشهر محبه وشهر وفاء وشهر بس في حياه يعني في شيء بحياه الواحد ناقصه بحياته نعم. يعني يعني انا ما عندي فرحه رمضان ما عندي فرحه عيد والله لانه يعني الواحد ابنه نعم بعيد عنه وكل ما بتطول الايام كل ما بتطول يعني المرار والافتكار فيه يعني بفتكر فيه الواحد بقول يعني نهار الجمعه مثلا بالايام كمان بكل لحظه بفتكره يعني بالزيارات برمضان بزيارات العيد بزيارات المرضى اللي يعني اخواته يعني احبائه يعني هيك معاناة رمضان كثيرة يعني ومعاناة الأيامات كلها مؤلمة يعني بحياتي يعني أكيد بتشعري في هذا الشهر إنه بتتجدد هاي المعاناة، قديش إنه إحنا متمسكين بالمشاعر الإيمانية وبأجواء الشهر الفضيل، ولكن كما أشرتي إنه يبقى هناك إنه نقص الوجود عدم وجود شخص موجود في الاسره اللي هو ابنك احمد، يمكن ممكن تذكري كل لحظه قديش كان احمد موجود هان في هذا المكان في لمة العائله، بذكريات اللي بتتجدد كل يوم عندك. ايه هي, هي ما عم اقول لك الذكريات اللي بتتجدد انه يعني لما يكون هيك قاعده بتطلعي على القرنه اللي هو قاعد فيها انه جنب اخواته يعني بتحسي انه في فراغ بحياه نعم. الواحد. في ان الام اكثر شيء بتفقد يعني لابنها لو لو ساعه بتاخر بتفقد له يعني كيف هذا اسير يعني انا ما بيمرق علي ساعه الا بدعي له وبدعي للاسره كلهم لانه معاناه الاهل كثير صعبه بتكون يعني ببعد اولاده عنهم نعم. يعني لو انه مثلا مسافر يعني السفر اهون يعني مسافر يعني ممكن يرجع. يعني اهون يعني نعم. بهريته بس الاسير آه كثير يعني آه وال يعني البعد كمان يعني طول السنين هي اللي بتتعب الانسان وبتخليه يتعب اكثر ويفكر اكثر انه كيف ابنه بعد عنه هالقد يعني وكيف انا ايام حكمه كثير كثير تعبت نفسيته وما عاد قدرت زور يعني آه كانت كثير آه ايام قضيت كثير يعني وخافوا علي يعني وقالوا انه صاروا يقولوا لي لا مو ما انحكم ومو هالقد انحكم كانت اكيد صدمه ت... عليكي كأم انها تتقبل هالحكم الجائر وبهالسنوات الطويله لا انا ما قدرت اتقبله والله نعم. ما قدرت اتقبله كثير تعبت حتى كان لي زياره بعد ثلاثة ايام قديت زيارتي كلها بكاء انا ابكي عليه انه كيف انحكم هالقد يقول لي يا ماما ليش انت طب بتبكي هيك ومتضايقه نفسيتك؟ اقول له يا ماما تعبانه راسي بيعني ما قدرت له ما قدرت اعبر له انه انا لانك انحكمت هالقد يعني واللي زايرين معي يقولوا لي انه خلص يا حجي انت لازم ما تبيني له نعم يعني صدمه صدمه كانت كتير كثير حكمه اكيد طمع. صدمه وحاولتي مع الايام تتاقلمي فيها بصبرك على كل هاي السنين بإيماني والله يا, أكيد. يا أمي إيماننا بوجه ربنا كبير واملنا والله. ان شاء الله يكون بينكم اقرب وقت ان شاء والله الله والله انا بقول يا رب هذا رمضان اللي هلا نحن عم نصوم نعم يا رب يكون يا رب ما يخلص الا يكون, يكون بناتنا هو وكل الاسره يا رب ان شاء الله هذا علينا يعني الكل يا رب. يعني كل ام إن بتحب انه اولادها يكونوا جنبها ويكونوا حواليها وغريبه بلاد والحمد لله ربنا يفرجها يا رب احنا كنا بجانبك خالته والله انتو وان شاء كنت الله, أولاد وإن الله أولاد تلتم أولاد العائله أولاد. عن قريب ان شاء الله بنكمل مع الاسير المحرر اياد الجرجاوي وايضا رافقت الاسير احمد السكني داخل الاسر كم هو مؤلم يعني قضاء اسرانا بهذه الثروات الطويله داخل الاسر ولكن هناك تجارب تبقى عالقة في الذاكرة من المواقف التي قضيتموها معا في شهر رمضان كيف قضيتوها؟ كيف كان التكافل والتآلف بين الأسرة في هذا الشهر؟ في البداية كل عام وانتم بخير وكل إمهات الأسرة بخير يعني متبقى. من أيام قليلة أجعلنا عيد الأم كمان وكان الثامن من أدار يمكن والمرأة الفلسطينية هي مشاركة أساسية في النضال الفلسطيني بالنسبة لنا لحياة الأسر يمكن إحنا يمكن ام زكي قاعد بتحكي وهي بتألمني قاعد لانه شعرت انه أمي اللي بتحكي باختصار شديد احنا الاسر الاحياء الاموات او الغائب الحاضر نعم. عند الاهل رمضان يمكن احنا بنشوف صوره انت بتسالين عن الصوره اللي انا عشتها داخل السجن انا صحيح. واصدقائي في السجن. يعني. نعم ولكن اليوم احنا بنسمع الصوره المختلفه الصورة، الشق الاخر من الصوره اللي احنا ما تجمعتش بالمره يعني كل اسير احنا بنشوف الصوره ولا مره كنا في الصوره نفسها رمضان هو شهر الرحمه وال والفضل والكرم والخير وكل هاي الامور ولكن هو شهر اليم جدا على اسرانا بشكل ده. عام لأنه هو شهر الجمعه شهر المناسبات شهر الزيارات شهر التكافل صحيح. شهر الرحمه بره. وكل وكلياتنا كاسره إن ذكريات خارج الاسر فبالتالي هاي الذكريات بتعن على البال مره واثنين وثلاثه من بدايه الشهر سواء في الترتيبات ما قبل رمضان واثناء رمضان يمكن احنا الان بنمر في شهر رمضان الفضيل وفي الوقت الحالي يمكن نعم. الشباب منزعجين في اللحظه هاي شو بدهم يعملوا فطور شو بدهم يعملوا شو بدهم كذا الكل بده يحاول بالضبط الكل بده يحاول انه يعمل اجواء جديده وفرحه جديده من هاي الامور على اساس انه يغير اللي هو النظام الموجود داخل السجن لانه السجن كئيب كئيب بمعنى الكلمه فبالتالي بحاولوا يطلعوا من هذا الحاله بالنسبه لاخونا ابو طارق يعني هو اخ عزيز انا كانت تجربته وتعرفت عليها في 2012 ولكن هي كانت فترة أليمة جدا عليه يعني كانت لسه بداية معرفتنا فيه بسجن نفحة في قسم عشرة الأخ أبو طارق هو منارة من منارات الشعب الفلسطيني وليس الحركة الأسيرة قائد بمعنى كلمة إنسان بعيدا عن موضوع الحكم وموضوع الألام المر فيها بس هي يمكن الفترة اللي تعرفت فيها على أبو طارق كانت فترة صعبة كثير لأنه هو كان عنده طفل اسمه طارق صحيح وتوفى بحادث سير وكان يعني صحيح انه المشهد مؤلم جدا جدا انه كيف الاب ما بيقدرش لا يشوفه ولا يودعه ولا اي شغله، فبالتالي كانت هي ايام صعبه ولكن يمكن شفنا الانسان الصامد, الصامد الصابر المحتسب القوي وفي نفس الوقت شفنا الانسان الاب وهي اللي كانت الاصعب يعني يمكن كثير دائما احنا بنحكي عن أسرانا بالجانب البطولي والتضحيات والجانب الوطني ولكن احنا بالجانب الانسان بالضبط نعم. انه انسان شاعر. عنده مشاعر ابو شاعر ابويه عنده حنين عنده حب عنده اشتياق عنده كاي هلا هل بدنا نبعد عن الجانب الحزين عشان مزكي يعني شويه نستشعر نستشرف يعني ابو ابو, أبو طارق آه للامانه اول شيء بنبارك له في الطفلين اللي اجوا املوا عليه حياته اللي هو سوار ومعتز يمكن غيروا جانب كثير وهذا الجانب كثير نعم. مشرق هي تم آآ آآ ربنا عوض عليه بطفلين من خلال النطف المهربه ابو طارق انا بدي ابلش لك عشان احنا بنحكي في رمضان هو طباخ ماهر حقيقي يعني معروفه متعلم من الخال من خالته آآ آآ هو سوريه كمان بالمناسبه ونحن سوريين بالاكلات السوريه اكلات طيبه و بالضبط فابو طارق طباخ ماهر بس انا هيني بحكي عليه الاعلام وعشان ما يزعلش ابو طارق وخالته طارق بس لما يروح تخلوه يطبخ <applause> يطبخ لانه لانه وصفات تصير مختلفه عن وصفات الامكانيات مختلفه كمان بالضبط لانه نعم. احنا محدوديه محدوديه المواد داخل السجن فبتلاقي نعم. الابداع موجود فبالتالي الطبخ محاولات ممتازه فالان نعم. المحاوله اللي بتصير داخل السجن هي طعمتها زاكية بنحاول نقربها للخارج ولكن على أرض الواقع هي لا هي مش طبخة هي احنا بنطبخ طبخة كمسمى بالضبط فهو للامانه طباخ ماهر يمكن اكثر موقف من المواقف اللي انا تحسب لاخوي نعم. ابو طارق انه نحن لما رجعنا من إضراب 2017 كان بنتظرنا هم روحوا قبلنا كان بنتظرنا كانوا سامحين في هذاك الوقت يعني من سنوات اول مره يسمحوا السبانخ المجمد نعم تمام؟ ففتنا القسم على اساس انه نفك اضرابنا وكان برضه صدفت في 2017 رمضان كان صيام يعني تمام؟ نعم فروحنا من الاضراب صايمين فكان يعني شوف انت الحنيه يعني حدا مرهق وتعبان وكذا ومن هاي الامور ولكن مع ذلك انه طبخ لنا سبانخ وراح عمله حاول يفرم بطريقه ما طاير ولا لا لا <applause> سبانخ طبيخ عادي تمام اه لانه شوربه لانه احنا لسه بدنا نفك اضربنا فاحنا فكينا اضربنا تدريجيا يعني شوي شوي للا. على ايد ابو طارق الصحيح بامان يعني انه اول اول شغله خشت معنا كانت معدتنا كانت من اخونا ابو طارق فطبخ لنا سبانخ ومن باب الرحمه فينا واللطف فراح ايش سوى؟ راح منا اياه نعم كثير لانه نعم. بتعرف انه الاضراب وكذا فهو انسان بمعنى الكلمه انسان رياضي مثقف بحكي لك عن انسان رياضي وقائد في نفس الوقت وفي نفس الوقت هاي الصفات بتتجسد الاجمل أكيد. فيها اللي التواضع يعني انت ما بتشعري الفروق بينه لا الفرق بالسن ولا بالعمر ولا بالثقافه ولا بالحكم ولا بجانب التضحيه وخاصه إن أنت بتحكي يعني ما تفضلت به جميل هذه الاراده محاولات لكسر الالم والحزن باراده الاسير الفلسطيني ماما نعم. خلته ابزكي لما بتسمعي هذا الكلام للاسير نعم. أحمد بفتخر كيف بتشعري اليوم خاصة انك بحاجه لوجوده لو معك في شهر رمضان كثير ولا بفتخر فيه فعلا مثل ما السفاده اللي عم يحكيها هي مضبوط فيه يعني حنون عطوف ايمانه بربنا كبير خلوق يعني كتير حنون علي يعني هو زياره حتى بيقول لي يا ماما ما بدي زوريني لانك بتتعبي يعني يعني. اكيد بفضل تربيتك وانتمائك للوطن وايضا صبرك على هاي السنين الطويله واحنا نفتخر فيه وبنفتخر ايضا فيك كام اسير واحنا لسه متواصلين معك في الحديث لكن مشاهدينا الكرام نبقى واياكم ولكن الى هذا الفاصل لتبقى صورهم في القلب في الذاكره وبها ومعها ابقوا معنا يا طالع قيد طالع كاسر قيد السنزاني عطرة ببلادي راجع عطرة ببلادي راجع زينوا لي أوطاني زينوا لي أوطاني يا ميلة سير تهني عدنا لكم من جديد مشاهدينا الكرام في برنامجكم اناديكم بالعوده الى استكمال حوارنا مع ضيوفي الكرام نرجع لخالته ام زكي والده الاسير احمد السكني يعني بمر رمضان والأعياد وكل هاي المناسبات اللي إحنا نعتبرها بصيص الأمل ومحاولة للفرح وكسر الجمود ولكن وضع خاص لعوائل الأسرة خاصة أنه أنتوا أنه بهاي المناسبة قديش بتحتاجوا لوجود أبنائكم بجانبكم كيف كان أحمد يشاركك هاي المناسبات؟ كيف كان وجوده في رمضان معك هل كان, كان مثلا كان معاكي في, في المطبخ كان معاكي في البيت كيف والله. كان بعدين مثلا اذا بدي اعمل اي شغله يوقف يعني معي انه مثلا ماما أنت كان يساعدك إيه شو بدك تعملي شو بدنا نعمل شو بدنا نهيئ يعني بحب يشارك و... و... ونفسه طيبه على الاكل يعني بحب يعمل اي شيء يعني و... وما بيحب انه مثلا جاي تعبان من الشغل او يحب يشاركنا بالشغل مثلا بالاكل مش بدك تعملي انا هي طلع علي انه شو عم بعمل شو بده يعمل مثلي يعمل مثلك وصير اضحك انا لا لا اطلع انت انا بدي اكمل عنك الاكل وانا اعمل لك لقمه من ايدي انا يعني الام سبحان الله بتحب اولادها شو كان يحب من ايدك شو كان يحب من ايدك كل كل اكلنا كل اكلك <تصفيق> <تصفيق> ما شاء الله اكيد اكلك كله زاكي والله <applause> اي والله الاكل اللي كثير يعني يحب اكلي لان بساله بالسجن انا شو عامل اليوم والله عامله الاكل يقول والله يا عمري والله ان شاء الله لازم انه بس تطلع كل الاكلات كل اللي الاكلات بدك ان شاء الله بتعملي له اياها والله يعني. حتى يعني الواحد بيستنغرس لشغلات كثيره له ان شاء الله يا رب بيننا فقرب اقرب ان شاء وقل. الله يا رب اخ اياد يعني كم مررت بهذه التجربه؟ يمكن لما كنت تشوف والدتك على الشاشه انه اليوم انا شفتها يمكن ابتسامتها بتاثر عليك حزنها حتى الحديث انه الام وان كان بعيد لكن يصل الى قلب الاسير كيف تكون هذه التجارب وانت كمان انه تشوف حلقه وصل في شهر رمضان يعني انا بدي احكي لك شغله احنا كنا نحضرها او عايشناها عفوا اذا بنيجي بطلع على الاخبار يوم الاثنين يوم الاثنين شوفوا لا. مجرد انه بيجي اعتصام الصليب لما بينقلوا تلفزيون فلسطين تمام بنتفرج عليه مع انه تلفزيون فلسطين في السجن ممنوعه بعد محاولات مريره مع الاحتلال وتقدم بدالها اطنان من الدم ومن اللحم لا. البشري اجتنا رجع لنا تلفزيون فلسطين يمكن انا اقول لك بس المشهد لما بيجي مجرد نتيجه لقطه بسيطه لمحة, بس. لمحه يعني خبر في نشره الاخبار ليوم الاثنين في الاعتصام كل الشباب تنده على بعض امك بينت ابوك شافنا كذا فلان كذا وفي ناشط جار صديق الكل ببلغ الكل الشغله الثانيه سواء على الاذاعه انا بحكي هنا الراديو كمان نفس الفكره فما بالك انت لما بتيجي الحلقه مخصصه للاهل يمكن هي ملاحظه احنا حابين نشوف يعني الان انا بقول لك انه هم اللي الان الأسرة، سواء انا ابو طارق او شباب كثير حتسمع تعليقات هلا هم بيعلقوا علينا كثير تمام هيك يعني نعم. بالعاده من باب المزح والضحك اه بالضبط آه طبعا يعني هم لهم نعم. تصريح ولكن بعشقوا انه يشوف تفاصيل البيت نعم. شوفي البيت الام نعم. الضحكه دعني في الوقت الاخير كما اشرت قبل موعد الافطار كيف تتجمعون يعني في هذه الساعه وان قابلت ايضا ابو طارق نعم. كيف بكون التالف بينكم خاصه في هذا الوقت اديش يمكن تتذكروا او ممكن يكون في دعاء او ممكن كيف يكون هذا اول شيء طارق قلت لك هو طباخ يعني الله يعطيه الصحه نعم. طبعا كلمه طباخ في السجن هي مش مهنه هي هي عمل نبيل جدا نعم. تطوعي من حدا بتطوع انه يخدم اخوانه الاسره تمام بامكانياته الموجوده غيره مثلا بغسل غيره مثلا كذا تتعاونوا بالضبط نعم. اه لانه نعم. فهي شغله شغله كثير نبيله منه ويعني وقديش هو تواضع سواء أبو او طارق او جميع الشباب اللي كانوا يطبخون او يعملون هاي الاشياء قبل قبل احنا ببلشوا لانه عندنا ما عندنا غاز في السجن عندنا بلاطه كهرب فبتطول ساعات طويله جدا تاخذ وقت كثير لما فببلش تحضير للاكل يمكن بتقدر تقولي من تقريبا من بعد الظهر بشوي ببلش هلا احنا بالعاده بنفضل الغرفه بنطلع بالساحه نطلع وهم بضلهم موجودين ابو طارق والشباب اللي بتطبخ في الاقسام بضلهم موجودين ساعات طويله يعني بحرموا حالهم من شمه الهواء بيحرموا حالهم من مثلا انه يتحمم من يقرا على اساس انه ايش؟ يحضر وجبه بالامكانيات الموجوده، وامكانيات السجن محدوده جدا 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 جدا، وكل شيء بغلب، فبالتالي احيانا بتتعاون بعض الغرف عشان تنجز طبخه واحده. قبل ما نفوت احنا قبل المغرب تمام اذا كان مثلا في زي الاوقات هاي ممكن يأذن المغرب علينا واحنا في الساحه او احنا داخل هذا أول شغلة بالعادة يمكن كلياتنا مشتركين في قصة الدعاء وعادة يمكن في بعض الأقسام بتصير حلقات حلقات أنه الشاب تكون تدعي بصوت عالي وحدا يعني على أساس موضوع الإفراج لأنه بنعرف أنه هي ساعة استجابة الشغلة يمكن ما بنقدر نعبر عنها حرفيا ولكن العيون اللي بتحكي في هاي اللحظة صحيح. العيون بتحكي لغة صحيح عميقة جدا أنه ليش إحنا هون؟ صح انه فلسطين تستحق ولكن كمان نستحق ان نكون قاعدين مع اهلنا وأسرة متجمعه وهذا الامور لانه انا الان بحكي على الانسان اللي دخلنا عن الطفل اللي دخلنا عن اللحظه آه. هاي قديش الاجواء خارج خارج المعتقلات او خارج السجون يمكن حكت لك تمزكي عن شغله آه. مهمه الواحد قبل الافطار بصير يعمل لو بده يعمل سلطه سواء بنعرف ولا ما بنعرفش بدنا نساعد بدنا نشارك من هذا بدنا نفرد مفرش كذا في السجن هاي الامكانيات معدومه جدا وفي نفس الوقت حاله الرفض والتمرد على الواقع انا بدي اعمل شيء انت تغير بأي طريقة. ولكن داخليا نعم. انا شاعر قديش انه انا في انا بالضبط غصه في القلب فهي لحظات صحيح اليمه بس في يعني الا ما يكون حدا من الشباب قيادي او حدا من الشباب يمكن يلتفت لهي اللحظه مباشره فهو اللي بكسر الصمت من خلال انه مثلا بصب العصير المحدود وهو عصير يعني عادي مش مش يعني كلمه عصير عشان مش زي ما بصوروا السجون كمان هي فنادق عصير رديء هذا صح التعبير رديء الطعم هذا رديء. الموجود هذا الموجود بالضبط فبالتالي الشباب بحاولوا من خلال التمر انهم يعملوا اي مشروب او شغله زي هيك ف حدا الصمت مباشره بمد تمر بمد عصير بمد شغلات زي هيك لحين انه نكسر هذه الحاله مجرد انه افطرنا ودعينا احنا مباشره نحن الأصر عفوا مجرد ما ادنا الاذان بنفطر سواء تمره اذا في شوربه موجود او شغله زي ما. هيك بنصلي المغرب مباشره وهذا الموضوع برجع وكرر تماما هذه الصورة على كل الأجسام في كل السجون الموجودة فبنصلي بعد الصلاة بتبلش اللي هي وجبة الإفطار طبعا لا تخلو المائدة لا. تمام من الضحك والمزح والشغلات اللي صارت بتعرفي وأحيانا يمكن إحنا الأصر بنحكي على شغلة إنه بننمش إلا بعد الإفطار عشان إنه ينحسب لنا رمضان يعني <تصفيق> <بالنسبة> <تصفيق> اللي بنحكيه فبتلاقي أنت بتصير كثير من النهفات والمزحات اللي موجودة وخاصة من الذكريات الخارجية تمام؟ فبالتالي الحين مثلا بتلاقي تعليق مثلا من حدا على الأكل أو شغلة زي هيك، فمباشرة بتلاقي الرد أجمل ويمكن يدينا مساحة أكثر من الضحك. نعم فهذه الأجواء تبعت رمضان اللي بنعيشها داخل السجن الصحيح عشان نطلع من الحالة، في بالعاده احنا مثلا يمكن اليوم مرة بدنا نحكي على موضوع أنه بنصنع بعض الحلويات يعني قطايف هي بالشكل قطايف بالمسمى قطايف بالطعم مش قطايف ماشي نعم. الحال يعني بتضحك يعني أكيد, اكيد انا عارفه <تصفيق> الوصفه <تصفيق> <بالصحة>. <تصفيق> قديش انت بتحكي في هاي الامور آه نعم. هو هذا الواقع اللي بعيشه الاسرى ما هو من الخيال ولا انه احنا بنحكي هاي التجربه اللي بعيشها كل اسرانا محاولات لكسر القيد وكسر الجمود والالم اللي هم بعيشوه قديش احنا بنتمنى يكونوا نعم. معنا في اقرب وقت نرجع لخالته ام والده الاسير أحمد السكني في كل لقاء بتجدد الأمل أديش إحنا عنا بصيص الأمل رغم أنه في ألم موجود بداخلك ما بننكر أديش في غصة لأم الأسير وهي بتتمنى أن يكون ابنها بجانبها ولكن هي رسالة الحرية مستمرة شو ممكن اليوم توصلي لأبو طارق ويعني وكمان توصلي سلامات أحفادك اللي ما قدروا يكونوا معنا اليوم والله بقدم له انه يعني يا ماما ان شاء الله فرزك قريب يا رب والصبر حلو يعني والواحد يعني لازم الحمد لله عزيمتنا قويه نحن وايماننا بربنا كبير وشهر فضيل هذا يعني هن معاناتهم الله يعيننا عليها دا. يعني على الاكل ولا على الشرب ولا على القعده ولا على اي شيء كلها شغلات صعبه كثير يعني بالنسبه لهم يعني يعني بقول له معلش ما يا ماما وان شاء والله معاناتك معاناتنا قسما بالله اني انا معاناتي نفس الكلام هذا اللي عم يصير انه هو لما يتاخر عن الاكل بيزعل مو على ايش يعني خلص بحب وقت الاكل وقت الاكل يخلص الاكل لانه يقعد ياكل اذا تاخر الواحد ممكن انه يتاثر شغلته بحب نظيفه قعدته بحب نظيفه يعني كثير هيك شغلاته بركازه ما شاء الله عليه يعني انا بكل هي الاكل والله ما بساله شو أكلته لاني بعرف معاناتهم هلا انا بحس حالي اني عايشه معهم والله العظيم لا بالشرب هلا لما بشرب بقول الله يعينهم ميتهم الله يعينهم عصيرهم الله يعينهم اكلهم آه كيف عايشين أكيد والله إن شاء الله, الله الفرج إله وللجميع يا رب. إن شاء الله خاطر ورمضان الله. ما حلو ولا إله طعام أكيد. ولا إلا العيد بوجوده. ولا الأيام ولا نهار الجمعة حتى لأن نهار الجمعة بتغدوا معي ما بلا إله. ان شاء الله احنا بنتمنى انه تنتهي كل هاي الالام والاوجاع ويكون يعني بينكم يلتم شمل العائله عن قريب خالته ام زكي والده الاسير احمد السكني، نتمنى الحريه القريبه لاحمد ان شاء الله، يعني احنا بنقدر مشاعرك الاليمه واكيد ما بعد صبرك الا الفرج ان شاء الله، وايضا نشكر يعني الاسير المحرر اياد الجرجاوي على ما تفضلت به، ولكن ربما نحتاج الكثير وحلقات طوال ولكن لا يوفي قدر يعني عطاءات اسرانا وعوائلهم، اشكركم جزيل الشكر اذا مشاهدينا الكرام، نتمنى ان تنتهي هذه المعاناه وتتجدد الذكريات الجميله بوجود اسرانا بين احضان عوائلهم، الحريه لكم اسرانا واسيراتنا والتحيه لكم مشاهدينا الكرام ودمتم ودام الوطن.